أيها المشاهد الصحيح، يا أبناء جلدتي، نورتوا العيادة مجددا. من دون أي مقدمات بنكمل موضوع الحلقة الماضية عن مسلسلين سوريين عملوا ضجة كبيرة بشهر رمضان، وهن مسلسل الزن ذئب العاصي من بطولة تيم حسن، ومسلسل ابتسم أيها الجنرال من بطولة سامر رضوان. أي نعم أيها المشاهد الصحيح، من بطولة الأستاذ سامر رضوان. جرت العادة أنه يكون الممثل هو نجم العمل أكثر من المخرج ومن الكاتب ومن المنتج ومن باقي الفنيين. أما بمسلسل الجنرال وخلافاً للعادة، فنجم المسلسل الأول ليس المخرج ولا الممثلين، ولكن الكاتب. الكاتب سامر رضوان يلي صدمنا كلياتنا بصوره من المشفى، وعرفنا أنه مريض وكانت الصور موجعة. بقى لابد أنه نتمنى له كل الخير والصحة، وندعي له من كل قلبنا بالسلامة ويرجع لحياته ولعائلته ولكتاباته المشكلجية. نعم، كتابات سامر رضوان هي كتابات مشكلجية، فمن البدايات ولهلأ وهي الكتابات عم تمشي بخط تصاعدي، بدءا من مسلسل لعنة الطين الملازم عامير، وبعدها سلسلة ولادة من الخاصرة اللي كلنا بنعرفها، وبعدين بدقيقة صمت، وأخيرا مسلسل ابتسم أيها الجنرال. ولكن رغم التنوع إلا أنه المشاهد بيقدر يلاقي نقاط تقاطع وقواسم مشتركة بين جميع أعماله، مثل الشخصيات الأمنية والضباط المتنفذين الفاسدين، طبعاً مع وجود ضباط غير فاسدين من باب التوازن أو لضرورات الرقابة. وأهم قاسم مشترك بين أعمال سامر رضوان هو اللغة الشنيعة والقاسية يلي بتحكيها شخصياته النافذة، والتفنن بعرض القسوة والظلم، والأهم تصوير النافذين على أنهم مطلقي القدرة وبيطيحوا بالبشر دون حسيب أو رقيب أو حدود. يعني فينا نقول بأنه رضوان بيعالج الوضع السياسي من فوق، يعني عند المتنفذين يلي بإيدهم كل شيء وما حدا بيوقف بوشهم. ومع ذلك ورغم هذا الأسلوب يلي بيظهر المسؤولين الكبار جبابرة وفراعنة وأكاسرة وسفاحين ببطشوا وبشنعوا، رغم كل هاد السلطة ما كان عندها أي مشكلة مع نصوص سامر رضوان، وكانت أعماله تتنفذ بسوريا مع فنانين وفنيين من عظام الرغبة. كتب سامر رضوان إذن أعمال كتيرة بتحمل نفس ابتسم أيها الجنرال ومقولاته، ولكنها ما كانت بتزعج السلطات، ويمكن هذا الشيء اللي أزعجه. فمثلا بآخر جزء من الولادة من الخاصرة كان رضوان برا البلد، وبعدين رجع على سوريا وكله كان رواق، وفاد بمسلسل دقيقة صمت، وكان فيه بالشارع أسماء وزارات مثل الوزارات الموجودة بنهاية مسلسل الزند، وكان المنتج وقتها نفس منتج الزند بالتعاون مع شركة سورية. يعني مسلسل دقيقة صمت أخذ موافقة الرقيب الرسمي مثل جميع أعمال سامر رضوان السابقة. وبعد نجاح دقيقة صمت اتحمس الكاتب وتحدى السلطات بأنه القلم أقوى من الدبابة، حسب مقابلة معه على تلفزيون الجديد، وقال بوقتها أنه السلطات السورية أكيد ندمت لأنها وافقت على مسلسل دقيقة صمت. وتاني يوم الصبح تبرأت منه الشركتين المنتجتين للنص، وكانت هي نهاية العلاقة الملتبسة بين سامر رضوان والرقيب الرسمي. وانتقل بعدها لمستوى تاني وبشر جمهوره بأنه في شركة إنتاج طلبت منه يكتب عمل دون سقف للرقابة، وقال بوقتها بأنه هو عم يكتب مسلسل اسمه ابتسم أيها الجنرال، وأنه المنتجين قالوا كل حرف بتكتبه رح يتنفذ من دون أي قص أو تعديل أو تدخل، وعبر عن مخاوفه من هيك تجربة فيها حرية مطلقة، والظاهر كان معه حق يخاف. إذن بمسلسل الجنرال بياخد سامر رضوان ولأول مرة حريته وراحته الكاملة بالكتابة. فهل قدر رضوان رغم الحرية المطلقة يسمي الأشياء بمسمياتها؟ كلا. هون بده يسمح لنا السائل المحق نلعب دوره ونسأل، ليش لجأ الكاتب للفانتازيا أو للإطار الفانتازي الخيالي ليحكي حكايته يلي المفروض عم يكتبها بحرية مطلقة؟ إيه لما كان يشتغل بداخل سوريا وبموافقتها الأمنية ما لجأ للإطار الفانتازي الخيالي، وكنا نشوف إنه الأحداث عم تدور في سوريا نفسها. يعني أيام الرقيب الرسمي سامر رضوان كتب أعمال واقعية حقيقية تدور بسوريا الحالية تحت الحكم الحالي وصوره ورموزه، بينما أيام الحرية المطلقة والكتابة من دون سقف بعيدا عن سوريا ومنتجيها وفنانينا، وبعيدا عن مقص الرقيب الرسمي وخنجره وسيفه ومسدسه، بطل سامر رضوان يكتب واقعي وصار يلبس الواقع لبس خيالي.
طالما انت عم تتحدى السلطة، وطالما بدك تثبت انه القلم اقوى من الدبابة، وطالما اجاك منتج وبيقلك لاول مرة بتاريخك المهني، اطلق العنان لقلم، اكتب ما شئ، وانا ما راح احذف ولا حرف من نصك. ليش يا استاذ سامر لجأت لحكاية فانتازية وما سميت كل شيء باسمه؟ بس كمان مو مشكلة، الفانتازيا والخيال بيفيدوا بانه الواحد ياخد مسافة من الواقع، فتبقى افكاره معروضة بهدوء وبرود ضروريين لصحة المتلقي، حسب ما بيعلمنا ليسينج بنصه الرائع عن تمثال لاوكون. لكن كمان مو هاد يلي صار، نص الجنرال ما التزم عناصر الفانتازيا والخيال، وما اخذ اي مسافه من اي واقع، ورجع حمل الحكايه الخياليه شخصيات وحوادث بتحيل بشكل مباشر للواقع. اذا مسلسل الجنرال بيحكي حسب الكاتب عن قصه خياليه، وبحسب جمهوره بيحكي عن اسرار وخبايا السلطه بسوريا. وكان واضح انه العمل قائم على قصص ومرويات وتسريبات ضج بها، قصدي همس بها الشارع السوري طوال 10 سنوات، وفجأة صار يشوفها بالمسلسل. وخلافا لأي عمل درامي، صار التشويق بالمسلسل هو الحزازين. هلا بالعادة بتحضر مسلسل لتعرف شو رح يصير، يعني بتكون متشوق لتعرف شو رح يصير، لكن بمسلسل الجنرال انت بتعرف الأحداث وسمعان طرطيش ومرويات، وبتعرف شو صار وعم تحضر وعم تدور على هذا اللي بتعرفه لتلاقي. وهذا بينطبق على شخصيات مثل ما بينطبق على الأحداث، يعني أنت بتصير تتحذر كل شخصية بالمسلسل مين بتمثل تحديدا. وصار في فيديوهات على السوشيال ميديا بيتحذروا فيها الناس لحل الحزازير والفوازير. رفعنا البصمات، ليش الكاتب ما استغل الحرية المطلقة المعطاة له من قبل المنتج وطرح الشخصيات بأسمائها الحقيقية وتناول الأحداث مثل ما صارت فعلا؟ يعني ليش تم إخفاء الواقعي تحت ستارة الفانتازيا الخيالي؟ قد يذهب البعض إلى القول أنه لو طرح الحكاية بأسماء واقعية وحقيقية كان رح يترتب عليه التدقيق بالحوادث والتواريخ والشخصيات. يعني بهي الحالة ما بينفع نكتفي بالمرويات والمسموعات والخبريات والتسريبات، وبيصير لابد من توثيق وتدقيق. لذلك حب الكاتب يلجأ للإطار الفانتازي الخيالي مشان ياخذ راحته بأي طرح بده يا من دون مسؤولية تاريخية وتوثيقية، خاصة أنه لا يمكن الحصول على أي وثائق من هذا النوع في حال كانت موجودة أصلا. يعني لو الكاتب عم يألف كتاب تاريخي منهجي ومو مسلسل خيالي، ما كان رح يقدر يذكر الحوادث من دون توثيق وتأصيل ومراجع. وأصغر طالب جامعة بيعرف شو يعني هالحكي، لكنه عم يألف مسلسل بأسماء خيالية وبدولة خيالية، لذلك بيعطي الحق لنفسه يكتب اللي بده اياه. والمتفرج اذا بده يربط الحدث الدرامي بحدث سياسي سامع فيه فيصطفل. سبب اخر بيخلي الفانتازيا بهيك عمل مو ظابطه، وهو انه العمل ما عم يناقش اليه عمل السلطه، بل عم يناقش اشخاص مستلمين السلطه. وبالتالي الشيء الاساسي ليس العقليه العاميه مثل مسلسل هاوس اوف كاردز يلي بنى اطار خيالي للاحداث يلي ناقش اليه وعقليه البيت الابيض، وليس فضيحه معينه لرئيس معين، والا كانوا سموه باسم هذا الرئيس المعين. وفي اعمال عالميه وامريكيه كتير عملت هيك فعلا. مسلسل الجنرال بيتطرق لأشخاص معينين وليس لآلية أو عقلية إدارة أو سلطة معينة، وبالتالي فالإطار الخيالي بهالحالة ما بيخدم السرد أبدا، لأنه المهم هون هو الشخص الحقيقي مع اسمه الحقيقي. بنرجع كمان مرة لنلعب دور السائل المحق ونسأل ما هو الجانب السلبي للخلطة الواقعية الفانتازية. هل البعض بيشوف أنه العمل وبسبب القناع الفانتازي خسر نقطة قوة كانت رح تحسب لصالحه فعلا، باعتباره أول عمل عربي بيتناول وبالأسماء الحقيقية المطبخ السياسي والعسكري لسلطة ما زالت قائمة. وبوقتها ما بيعود فينك كمتلقي تحاسب العمل فنيا بقدر ما بتحاسبه سياسيا وتوثيقيا. لما بتحضر عمل عن الرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون بتبقى مركز على الجانب التاريخي والتوثيقي ومو على الجانب الفني أو الدرامي. بس لما بتحضر هاوس اوف كاردز انت امام عمل باطار فانتازي خيالي وفني، فينك تتابعه فنيا وفينك تاخذ فكره عن المطبخ السياسي في البيت الابيض. لكن القناع والاطار الفانتازي بالجنرال سبب ضررين، خلى الجانب السياسي يضر بالجانب الفني، وبالتالي انت ما عدت قادر تحضره فنيا لانك ببساطه مركز على السياسه اللي فيه. والضرر الثاني انه الجانب الفني
خفف من قوة الجانب السياسي وشوش عليه، والدليل إحساس جمهور العمل نفسه بالحاجة للدفاع عنه. وصرنا نسمع تحليلات غريبة مثل إنه يكتر خيرهم الجماعة ومنيح يلي طلع معهم هيك. صاروا محبي العمل يدافعوا عن صناعه مثل ما الأهل بيدافعوا عن أولادهم الصغار، وهذا الشيء ظاهره حب ولكن باطنه إساءة، لأنه أكيد صناع العمل مالهم هشين وبدهم حدا يطبطب عليهم مشان ما تنكسر نفسيتهم. هن الناس محترفين والنقد بيفيدهم وما بيضرهم ولا بيحرجهم، لأنهم أصلا عاملين عمل ناقد بحدة وعم يعلمونا ننتقد وما نسكت. ولا أنا غلطان؟ بنرجع للضرر يلي سببه الإطار الفانتازي الخيالي للحكاية الواقعية، وبنقول صار الجانب الفني عبء وتشويش على الجانب السياسي، مثل ما الجانب السياسي عبء وتشويش على الجانب الفني. والدليل إذا أنت بتنتقد العمل فنياً بيعتبروك عم تنتقده سياسياً، وهيك فات الحابل بالنابل. ولحتى تزداد القصة لخبطة وتشويش، استخدم الكاتب ببداية الحلقات اقتباسات للفيلسوف السياسي الإيطالي ميكافيلي، يلي يعتبر من أوائل المنظرين بالبراغماتية السياسية أو النفعية أو الواقعية، وإليه تنسب الفكرة المشهورة الغاية تبرر الوسيلة. يعني بالمشرمحي، حدد هدفك وسعاله بغض النظر عن الطريقة. وما بعرف ليش أقوال ميكافيلي أعطت هيك طابع كرتوني للعمل، يلي المفروض بيتناول فظائع وشنائع مروعة. هلأ أنا ماني متأكد إذا المحللين والنقاد والجمهور وقفوا عن نقطة استخدام مسلسل الجنرال لأقوال ميكافيلي، ولكن لا يمنع طرح بعض الأسئلة بخصوص هذا الموضوع. أولاً، إن كنت يا صانع مسلسل الجنرال تهدف إلى تشريح بنية السلطة السورية، فهل ميكافيلي وما يمثله تاريخياً وسياسياً هو المرجع أو المنهج السليم والصحيح والمناسب لذلك؟ يعني شخص عاش ومات بإيطاليا قبل 500 سنة، صالح إنه يحلل عقلية سلطة متشعبة ومتغلغلة داخل بنية المجتمع والدولة والاقتصاد؟ وهذا بياخدنا لفكرة تانية، وهي مثل شعبي بسيط بس كتير معبر وبيقول: مين كبر الحجر ما رمى. يعني ينعمل عمل فني خيالي ليحلل كامل بنية نظام عمره عشرات السنين وقائم على تعقيدات داخلية وإقليمية وخارجية، وما قدرت أحداث الثمانينات ولا أحداث الربيع العربي ولا كل حروب المنطقة من الخليج الأولى للخليج الثانية لاجتياح بيروت والحرب الأهلية اللبنانية لأيلول الأسود. رتبوهن أنتم بالشكل الصحيح، كل هاي الأحداث مرت وهو قائم. هيك نظام تيجي أنت تحلل كامل بنيته من خلال عمل واحد مدعوم فكريا باقتباسات لكاتب سياسي إيطالي مات قبل 500 سنة، أليس ذلك تكبيرا للحجر وبالتالي عجز عن رميه؟ تعوا نتخيل بدل كل هالهلمة هاي أنه لو نعمل المسلسل عن مؤسسة صغيرة من مؤسسات الدولة، ولتكون مؤسسة إلها علاقة بالإدارة المحلية بلدية مثلا، والبطل فيها مو رئيس جمهورية ولا حدا تاني نايم مع كل نسوان المسؤولين، لا ولا حتى رئيس البلدية، يمكن البطل يكون محاسب أو حتى المستخدم تبع هاي البلدية، ونشوف من خلال تجربته الوظيفية كيف بتشتغل هاي المؤسسة الصغيرة. مثلا كيف بيتم تطويب الأراضي، كيف بيتم تنظيم بعض الطرقات وعلى أي أساس، ولاحقا كيف بتنعطى الرخص للبناء وكيف بتنعمل المخالفات، كيف بيتم تنسيق عمل الوحدات الإرشادية وتوزيع الأسمدة، وكيف بيتم تنسيق المحاصيل وأنواعها، ووين بتتسوق هاي المحاصيل، وكيف ومين بيسعر وليش. ونشوف من خلال هاي البلدية كيف بتم التقسيم الإداري، وهل يوجد اعتبارات خطيرة داخلة بعمل البلدية وما لها علاقة باختصاص أو ضرورات أو صلاحيات البلدية. وبنطرح السؤال البسيط: ليش هالبلدية عم تعمل هيك؟ ليش في اعتبارات من خارج اختصاصها؟ والمسؤول عنا ليش عم يدخل حسابات سياسية أو ربما مناطقية بعمل البلدية؟ هل هو خايف من شيء؟ عامل حساب لشيء؟ خايف من المستقبل يلي ممكن يصير فيه تغيير أو محاولة التغيير تهدده؟ وإذا صار التغيير أو الحراك المضاد لإله، كيف ممكن البلدية الصغيرة تكون جزء من تهيئة البيوت والأراضي والأسواق والمياه لتلعب دور بقمع ومنع التغيير المحتمل وإلى آخره؟ ويلي راح يكتب هيك مسلسل عن هيك بلدية ممكن تفيده وثائق وتقارير من مؤسسات الدولة نفسها، ويكون فيها ما يكشف عن جد آلية وعقلية عمل البلدية. ويلي بيسرق هي الفكرة وبيروح يعملها مسلسل رح أبوسه من بين عيونه.
هلا عن جد فكروا فيها شوي، مو ممكن هيك مسلسل عن هيك بلدية بمناطق شرق سوريا مثلا أقدر على تحليل بنية السلطة وأجهزتها من مسلسل فيه كل هالعشقة واللغة الشنيعة والبوط العسكري يلي بظن كل العالم ومن دون ما يقرأوا أي شيء سامعين خبطة أدمهم على الأرض هالدارة. فبعد 10 سنين من الوضوح الفاقع لمعنى الشناعة الحقيقي، فإن أي عمل بيدعي كشف الشناعة بيكون من باب يطعمك الحج والناس راجعة. ومشان هيك الولادة من الخاصرة يلي انكتب وانعرض قبل الربيع العربي كان تأثيره أقوى من الجنرال يلي عم يعرض شناعات صارت ورا الناس من زمان. بنيجي بقى لجانب نقدي لابد من قوله دون مجاملة للاعتبارات السياسية. أكبر خطر على الدراما كفن هو تسخير وتكريس الدراما لمقولات غير درامية، وهذا الشيء بيدرسوه طلاب المسرح والسيناريو والإخراج، واسمه بالجامعات الأوروبية أزمة الدراما. يعني عندك شيء سياسي وحابب تقوله في مجال تقوله ضمن إطار سياسي، وعندك عمل فني حابب تعمله في مجال تعمله وفقاً لضرورات الفن. أما أنك تعمل عمل فني وتحقن حقن بكل أنواع الرسائل والمقولات ومن دون ما يكون العمل توثيقي ومدعوم بالأسماء الحقيقية والوقائع المؤصل لها، إنك تعمل هيك بتكون يا صديقي عم تلعب لعبة السلطة نفسها، ويلي هي الشمولية تحت غطاء الالتزام، وهذا بيعني تطويع كل شيء لخدمة السياسة أو تدخل السياسة بكل شيء حتى بالمسلسل. نحن عملنا كذا حلقة عن الدراما، استنوهم لاحقا لأنه فيهم وقوف على الأعمال الدرامية الواقعية السورية يلي ادعت إنها دخلت إلى المحظور وشرحت البنية العميقة للسلطة. وبهالحلقات رح نحاول ندقق على هيك أعمال من باب النقاش والجدال معها ومع صناعها، وليس أبداً من باب الشك أو التخوين أو التقليل من أهمية حدا. وضمن حديثنا الفني غير المسياس بنرجع لمسلسل الزند شوي. بدأ الزند بداية أوحت للبعض أنه عمل موجه ومسيس يهدف إلى تبييض صفحة شريحة اجتماعية معينة، لكن تطور خط الزند خلى هؤلاء أنفسهم يسكتوا وما عاد يكملوا إبداعاتهم المؤامراتية. ليش؟ شو يلي أنقذ الزند؟ ببساطة يلي أنقذ الزند هو أنه هذا العمل الفني كان عمل فني وبس. شخصية الزند مثلا بتمثل شخصية الزند وبس، لذلك كانت الشخصية عم تتغير وتتطور بناء على اعتباراتها فقط من دون تحميلها مقولات غير فنية. سواء انت حبيت هالتطور بالشخصية او لا يبقى ضمن اصول اللعبة الفنية. لذلك عاصي اللي بلش روبن هود وعروة بن الورد انتهى مثل مايكل الباتشينو بفيلم العراب يلي ثبت حكمه بقتل اخوه لما الاخ خان العيلة. عاصي قتل رفيقه صالح يلي أنقذه من الموت ببلاد البلغار، ومثل ما قتل من قبله رفيقه خليل يلي بيسميه عاصي نيتشه. اي نعم نيتشه، كتير انحكى عن نيتشه، اصلا هو كان وقتها مو معروف حسب الحقبة الزمنية لأحداث المسلسل، لكن حتى لو كان معروف كيف واحد عسكري مثل الزند بده يعرفه؟ لكن يلي بيعني لي انا من نيتشه انه ذكرني بميكافيلي، وهيك بكون انا مثل هذا الجمهور يلي فرض المقارنة على المسلسلين. انا عانيت لي كتير هي الصدفة بين نيتشه وفلسفة القوة بمسلسل الزند، وبين ميكافيلي وفلسفة الغاية تبرر الوسيلة بمسلسل ابتسم ايها الجنرال. وأرجو أنكم ما تشطحوا بخيالكم كتير وتفكروا لا سمح الله إنه كل واحد منهم بقصد صناع العملين يعبر عن عقليته بشكل لاواعي. يعني اصحكم اصحكم ها، تفكروا إنه اللاوعي عند جماعة الزند بيعبر عن إيمانهم بالقوة، وإنه اللاوعي عند جماعة الجنرال بيعبر عن إيمانهم بإنه الغاية تبرر الوسيلة، وكرمال توصل لهدفك تحالف حتى مع الشيطان. لا أبدا، بتمنى ما يشطح خيالكم لهون ولا تصدوا قصص اللاوعي. على كل حال استخدام الأجانب مثل نيتشي أو ميكافيلي ما بيجيب إلا المشاكل. خلوكم بعبد الرحمن الكواكبي أو ابن خلدون، لازم تحرجونا يعني؟ بنصحكم تحضروا حلقة عقدة الرجل الأبيض، ما غلط. طولنا عليكم اليوم، لا تواخذونا واستنونا بالحلقة الجاي لنكمل بعوالم الدراما الرمضانية، وأكيد وطبعا لازم نحكي عن البيئة الشاملة. لكن قبل ما ترجعوا تتابعوا حلقاتنا السابقة لا تنسوا تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس وتدعمونا باللايك. شكرا للمتابعة وبنلتقي بالعيد.